تعمل روسيا وتركيا على تعزيز نفوذهما بل جبهتيهما في ليبيا، ففي طرابلس أجرى وفد أمني رفيع يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيين محادثات تزامنت مع أخرى عقدتها روسيا مع رئيس برلمان طبرق عقيل الصالح في موسكو. إذن المحادثات كانت في طرابلس وموسكو، والعين هي على السرت وسط تحذير جزائري من مغبة تسليح القبائل في رسالة مباشرة إلى مصر. مشاهدينا، هذا موضوع نقاشنا مع الصحفي الليبي إسماعيل السنوسي، هو معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس. أستاذ إسماعيل، صباح النور وأهلا بكم في تلفزيون العربي. مرحبا بك وبكل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. اسمح لي أستاذ إسماعيل قبل أن نبدأ المقابلة، نتابع هذا التقرير أعده مراسلنا خليل كلاعي يرصد مخرجات المحادثات التي أجراها الوفد التركي الرفيع المستوى بالعاصمة الليبية طرابلس. مشاهدينا، نتابع التقرير ونعود إلى المقابلة السياسية. ترسيخ دور الحليف، أنقرة تقترب من طرابلس في إطار مذكرة التفاهم بين البلدين، تنزل خطوط الاتفاق العريضة واقعا، تعلن برامج تعاون لبناء القدرات الأمنية والدفاعية لقوات حكومة الوفاق بين أنقرة وطرابلس. إذن خط اتصال وتعاون مفتوح، حمل تفاصيله وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال زيارته إلى طرابلس. تعزيز القدرات الدفاعية لقوات الوفاق وإكساب التشكيلات المساندة في صفوفها صفتها النظامية سيسقط من أيدي مناوئيها وصم الميليشيات الذي طالما رفعته في وجه حكومة الوفاق. خط تنسيق بين العاصمتين يقابله خط تحذير أحمر رسمه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في محور سد الجفرة. تحذير تقول قوات حكومة الوفاق أنه لا يرهبها ولا يعنيها برغم التلويح بالتدخل العسكري شرق البلاد، وبرغم حركة الطائرات الروسية التابعة لحفتر في أجواء المنطقة، وبرغم تسلل مرتزقة شركة فاغنر إلى المواقع النفطية فضلا عن العسكرية. تدرك حكومة الوفاق أن المعركة باتت بين محورين أحدهما يريد استئصالها من المشهد الليبي، هي مع ذلك تضع نصب عيني قواتها معركة تقول أنها آتية في سرت لا محالة، دون أن يشتت ذلك كله تركيزها على إعادة ترتيب جبهتها الداخلية. مشاهدينا، نعود إلى ضيفنا من العاصمة الليبية طرابلس الكاتب الصحفي إسماعيل السنوسي. أستاذ إسماعيل، كما رأينا الوفد التركي ناقش بالعاصمة الليبية طرابلس العمل على تنظيم صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني، هل نجح بذلك بداية؟ وما هو أبعد من ما سرب عن اللقاءات التي أجرها الوفد الأمني التركي الذي ضم وزير الدفاع ورئيس الأركان التركيان بالعاصمة الليبية طرابلس؟ تحية لك طيبة ولكل مشاهدين الكرام. هذه الزيارة لرفيعة المستوى للوفد التركي ولرئيس أو أقصد لوزير الدفاع التركي وكذلك رئيس الأركان، أعتقد بأنها تأتي في سياق الاتفاقية الأمنية العسكرية الموقعة بين البلدين من طرف حكومة الوفاق، وأصبح يعني من المتوقع طبعا أن يكون هناك إجراءات يعني عملية لتنفيذ بنود الاتفاقية، أولها طبعا اللي هو بناء الجيش الليبي والقدرات الأمنية والعسكرية لحكومة الوفاق، وقد بدأت بالفعل الخطوة العملية الأولى في نقل طلبة الكلية العسكرية الذين قصفتهم طائرة تابعة لحفتر، أو بالأحرى هي طائرة يقال أنها مسيرة إماراتية، فهذه الكلية يعني توقفت منذ ذلك الوقت، تم إرسالهم إلى تركيا، هم في حدود 200 طالب ذهبوا إلى تركيا من أجل استكمال دراستهم العسكرية هناك. طبعا هذه أول خطوات العملية لنقل، وكذلك هناك يعني إصرار من حكومة الوفاق وكذلك من الحكومة التركية على تطوير القدرات الدفاعية والجوية خاصة فيما يتعلق بقاعدة الوطية التي يتردد اليوم أن هناك هجوم جوي يعني إما في عليها أو بالقرب منها، إلى حد الآن لم يتم التأكيد. فأعتقد بأن هذا الـ هذا الـ هذا الـ يعني في هذا الإطار أتحدث عن أن التعاون بين الحكومة التركية وحكومة الوفاق يعني زادت وتيرته أكثر، خاصة في ظل تجمد
الوضع العسكري في سرت والجفرة، وأصبح يعني بما أن الاحتمالات مفتوحة يمكن أن تكون هناك معركة عسكرية كبيرة في هاتين المنطقتين، ويمكن أن يكون هناك حل سياسي، ولكن في كل الأحوال حكومة الوفاق مستعدة بقواتها وكذلك بدأب الدعم التركي الكبير المتعدد طبعا في جوا وبحرا وأرضا، وأصبح يعني أن هناك احتمال لعملية عسكرية وشيكة على سرت والجفرة تستهدف حكومة الوفاق تأمين المنطقة الغربية بالكامل والجنوبية بالسيطرة على قاعدتي القرضبية وقاعدة القرضبية وقاعدة الجفرة. قاعدة القرضبية في سرت طبعا، وقاعدة الجفرة هذه أيضا قاعدة كبيرة واستراتيجية يوجد فيها الآن اللي هو شركة المرتزقة الفاغنر الروس، وكذلك طبعا قوات من المرتزقة السودانيين. هذه القاعدة الآن إلى حد الآن هناك إحساس عام في المنطقة الغربية بأنها تشكل خطر إلى حد الآن، لأن طبعا الهجوم على طرابلس أتى من هذا الاتجاه، من اتجاه قاعدة الجفرة. نعم أستاذ إسماعيل، المحادثات التركية كانت بطرابلس، ولكن كما قلتم للتو العين هي على سرت. سرت حيث تم رصد طائرات مسيرة إماراتية وروسية فوق أجواء المدينة. بهذا السياق ما تضمنته المحادثات حول هذه التطورات بما يخص مدينة سرت؟ عدم استسلام المحور الآخر لفرض معادلة جديدة، وقف إطلاق النار، انسحاب القوات التي تتبع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر من هذه المدينة. ما هي الرسالة التي نقلها الجانب التركي إلى حكومة الوفاق الوطني الليبية بطرابلس بهذا السياق بالذات؟ طبعا هي بالنسبة للتحركات الجوية فوق مدينة سرت هي متوقعة بالأساس من قبل الطائرات التي أحضرتها روسيا ودفعت بها إلى قاعدة الجفرة، وقد تم تصويرها من قبل الأقمار الصناعية الأمريكية وأعلنت عنها، حوالي 14 طائرة حديثة ما بين سخوي وما بين الطائرات الأخرى. نعم ميج 29، فأصبح وهي طائرات مطورة بالمناسبة، ليست طائرة يعني لنقول أنها قديمة أو شيء، هي طائرة قديمة لكنها تم تحديثها ربما بأشياء حديثة. فهذه الاستفزازات يعني ينظر إليها من روسيا من قبل شركة الفاغنر، وأيضا يعني ينظر إليها على أنها استفزازات فقط، ولكن الإصرار من قبل حكومة الوفاق على تحرير مدينتي الجفرة وسرت أكده أكثر هذه الزيارة عالية المستوى، لأن هذه الزيارة طبعا تم فيها الاتفاق على كثير من التفاصيل العسكرية بخصوص سواء العمل الميداني أو كان من حيث اللوجستيات ومن حيث إعداد كما ذكرت لك في البداية إعداد قوات الجيش وقوات الشرطة بشكل نظامي كما هو مذكور في الاتفاقية الأمنية والعسكرية. هذا فيما يخص العاصمة الليبية طرابلس. العين كانت أيضا بموسكو، باتجاه موسكو التي راعت مفاوضات أجرها رئيس برلمان طبرق عقيل الصالح مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف. هل لاحظتم تطورا بالموقف الروسي حيال ليبيا عندما قيل خاصة إنه سيعاد العمل بالسفارة الليبية ولكن الأراضي التونسية تمثل كافة أرجاء ليبيا؟ إذن المحور الشرقي والمحور الغربي على حد سواء. نعم بكل تأكيد، يعني هذا التطور في الموقف الروسي باعتبار أنهم الآن لم يعني يبدو أنه الرهان على حفتر أصبح فعلا يكاد ينعدم في روسيا، ويمكن أنها الآن أصبحت تقوي علاقتها مع عقيل صالح منذ أن تواصلت معه قبل أن يلقي بمبادرته التي يعني ذكرها، وحاول حفتر طبعا أن يفسدها بعملية التفويض. أصبح لدينا تنافس بين الشخصيتين، شخصية عقيل الصالح بصفته طبعا رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق، وحفتر الذي يقود مشروع عسكري. طبعا هذا المشروع انكسر باعتبار فشل الهجوم على طرابلس وتكبده خسائر كبيرة. أصبح الرهان يبدو أنه يتجه إلى عقيل الصالح لكي يمثل المنطقة الشرقية التي هي خارجة عن سيطرة حكومة الوفاق، وهذا طبعا الأمر يعني إلى حد ما يمكن أن يقبل في المنطقة الغربية إذا كان بالفعل عقيل الصالح يستطيع أن يكبح جماح حفتر، ويستطيع أيضا وأيضا بالنسبة لروسيا إذا كان روسيا بالفعل تستطيع أن تضغط من هذا في هذا الاتجاه، أن تضغط على حلفائها في هذا الاتجاه أن يلتزموا بالحل السلمي الذي ترعاه الأمم المتحدة بطبيعة الحال، وأن لا تكون هناك مفاجآت في هذا الموضوع.
الموضوع يعني، لأننا كنا عادة دائما يعني نجد أن هناك مفاجآت من حفتر، أو ليست مفاجآت هي بالأساس رفض من حفتر لكل الحلول السياسية. نعم أستاذ إسماعيل، هذا بسياق تحذير جزائري من مخبة تسليح القبائل. الجزائر بلد مجاور، وهي بطبيعة الحال أي تطور عسكري سينعكس سلبا على أراضيها. الرسالة كانت إلى مصر بطريقة غير مباشرة، لماذا؟ وهل لمستم ما يؤكد هذه الفرضيات على أرض الميدان بليبيا؟ هو على كل حال هذا التحذير طبعا من الجزائر واضح بكل وضوح بأنه موجه فعلا إلى مصر، وهذا ربما يأتي في سياق المخاوف الجزائرية من يعني تزايد وتيرة يعني الأعمال العسكرية في ليبيا وتحولها إلى حرب أهلية قبلية كما تتخوف الجزائر. لكن بطبيعة الحال أتحدث هنا عن أن القبائل الليبية يعني ليس بينها ذاك الإشكالية الكبيرة. مصر هي لا تتحدث عن القبائل الليبية في واقع الحال، تتحدث عن القبائل المصرية من أصل ليبي. يعني هناك قبائل ليبية موجودة يعني منذ 200 أو 300 سنة انتقلت من ليبيا إلى مصر لسبب أو لآخر. أصبح هذه القبائل هناك ارتباط اجتماعي بينها وبين القبائل الليبية. أعتقد بأن الرئيس المصري يحاول تصدير الأزمة المصرية إلى ليبيا بهذا الشكل، يعني يحاول أن يجند القبائل الليبية من المصرية من أصل ليبي. وربما لا أعتقد بأن هذا ينجح كثيرا، لأن طبعا هذه الأعداد التي يتحدث عنها السيسي هي أعداد كبيرة جدا، وبالتالي فإن إمكانية أن يكون هناك تجنيد لأعداد كبيرة جدا من الشباب المصري لكي ينخرط في الصراع الليبي أعتقد بأنه أمر يعني غير منطقي، وخاصة أن مصر لا تريد أن تظهر بمظهر أنها تتدخل بجيشها مباشرة في مصر. نعم. وعلمنا بأن تصريحات السيسي حول تدخل عسكري محتمل في ليبيا خففته بعد ذلك يعني تصريحات وزير الخارجية المصري، والذي أكد أنه ليس هناك يعني أي عمل عسكري محتمل للجيش المصري في ليبيا. هذا يعني دائما أعتقد أنه نوع من الضغط ونوع من التلاعب بالمكونات الاجتماعية الموجودة في البلدين. يعني نعم استاذ إسماعيل، إن ما تراجع اليوم فرضية إن ما تراجعت اليوم فرضية العمل العسكري المصري ضد ليبيا بطبيعة الحال، ولكن مصادر صحفية تقول إن القاهرة بدأت تلقي بما لديها بمحادثات بدأتها مع سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لأي أهداف وبأي سياق تأتي هذه المحادثات؟ هو اللي أعرف أنا أن موضوع ابن القذافي سيف الإسلام، روسيا هي التي تدفع في اتجاه ربما الرهان عليه لاعتقادا منها أن له شعبية داخل ليبيا، وتحاول بالتالي فإنها تلعب بهذه الورقة كورقة سياسية. طبعا ربما تكون هناك أيضا مصر تدخل على الخط من هذا الاتجاه باعتبار أن فشل الرهان على حفتر إلى حد الآن. لا تزال هذه الدول سواء كانت مصر سواء كانت الإمارات السعودية كلها دول تتخبط ولم تفهم الواقع الليبي بعد، هي تحاول أن تراهن على أشخاص بعينهم ولا تريد حقيقة أن تعطي فرصة للليبيين لكي يتحاوروا ويتوصلوا إلى مقاربات سياسية تؤدي بطبيعة الحال إلى انتخابات وإلى استفتاء على الدستور إلى آخره من الإجراءات لكي تبنى الدولة الليبية وينتهي الأمر وتستقر البلاد. فهم إلى حد الآن يتخبطون في هذه السياسة التي بكل تأكيد أنا نقول لك أنها لن تؤتي ثمارها، باعتبار أن الليبيون بعد ثورة فبراير لم يعد هناك إمكانية لحكمهم فرديا لا من جانب حفتر ولا من جانب أي شخصية أخرى. نعم على كل أستاذ إسماعيل، الأيام القادمة ستكون كفيلة ببلورة ما أسفرت عنه إذا المحادثات التركية بطرابلس والروسية بالعاصمة والتركي والليبية بالعاصمة الروسية موسكو. إسماعيل السنوسي الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة، كنتم معنا مباشرة من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا أستاذ.